يا شباب انا اتوقع قطعتي دخل فيني جني. استغفر الله. اسمع قطعتي مش اخبار تمام. جايكم الحب اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ريأكشن على ايش؟ تيك توك. ما عندناش اي شغله وعمله فبندخل على التيك توك بنشوف مقاطع بنعطي عليها رياكشن بدون تنمر لان التنمر حرام. فلا تسوي لك اشتراك وتسوي لك تنظر على القناه تبعت سناب بعد صلى على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وليتس جو نبدا المقطع. حبيبي حكالي انه بلش يزهق اخر فترة وبقاموس المومو فيش مجال للزهق. اليوم قررت احول حالي لقطة كيوت واعدل الاجواء بيناتنا. مياو. هلا شوف ما اختلفنا انك جاي وانه عندك حبيب ما اختلفنا بس اختلافي على 150,000 لايك. 150,000 لايك يا ابن من وين جبتوني؟ من وين جبتوني يفضع عرضك؟ هاي حبايب قلبي حطيت رموش استمتع ايلاينر جوا العيون اسود تحت العيون نفس فوق العيون الليب كومبو اكيد ابن الحب بيعرف يتمكيج اكتر من البنات ابن الست. انا على ما اظن 150,000 لايك البنات عم يتعلموا منه كيف يتمكيجوا وانتو تابعوني ابو اسمع لاكن تابعوني ابو اسمع لاكن وخلي هذي دز ام امها ودي اقول كلمة بس ما يصير. فالكون كور انا احب المقاطع دي وخصيصا حقت فالكون. سألتك بالله بحصيد انا اما موافق محتشم تغير لون جيبين العيد شلون لو محتشم طويل العمر ما فهم يعني في لون يلبس شورت ابوك لو اروح الحين المغاسل قاعده فيتامين سي. السلام عليكم في فيتامين سي شوف ايه ناس حسنت سبب الوفاء المباشر نزيف بالمخ يا شيخ ما يدري الملقب بالظاهرة يا عيال انا عدو اللي مره احبه المقطع هذا برجع له بتابع الحالي لانه ست دقائق برنزل نتفليكس ان شاء الله. هالايام كثير تصرفات صارت اسمائها غير فخلينا نرجع نحط النقط على الحروف. لما تطلع تستعرض مرتك واختك على السوشيال ميديا ما اسمك او بالاحرى اسمك مو بلوكس بكون اسمك شاب متفهم واوبن مايند بتكون ديوث وصاقط. لما تطلع ترقص على تيك توك ما بيكون اسمك فنانة أو صانعة محتوى بيكون اسمك رقاصة. لما تطلع تضحك الناس عليك ما بيكون اسمك كوميدي بيكون اسمك هبيلة. لما تعمل مقالب بناس مسكينة مشان تكسب مشاهدات أنا ما أسوي لا أنا ما أسوي أنا مش هبيلة ما بيكون اسمك مبدع بيكون اسمك تافه. لما تحاول تزيد المشاهدات بأي طريقة حتى لو بدك تصور مرتك أمك أختك ما بيكون اسمك بلوجر عائلي بيكون اسمك كلب مشاهدات. لما تطلع تترجى الناس تدعمك على لايف ما بيكون اسمك كفو تحديات بيكون اسمك شحاد. صاير يعجبني هذا يزيد قبل ما كنت احبه لانه كان يزيد موسى انا احبه. ليش؟ لانه اسمه ابوي على زي اسم ابوي يعني ممكن انا ويا لا يعني ابوه سمي ابوي لا هي بتسميني عبود ولا عبد الاله قم قم يلا يلا راح صور عامر قاعد يدق عليك ابغى نام ابغى نام لازم رزقنا فلوس محمد امك ما عندك وظيفه لا تقطع رزقي رزقي انقطع يا اخي حبه للي ما شاء الله لليش الله اكبر الله بقلب انتكم بك احسن دقائق على الفطور. من تلك الحادثة اصبحت لا اتكلم ولا اسمع واتمنى منكم الدعاء لاخوكم ايمن المقلوبي ولا تنسون تفجرون هاللايكات وانتظروني بال يا استغفر الله ايمن المقلوبي يا اخي يعجبني ايمن رهيب بكل ما تحمله الكلمة. واللي بعده ومعلومة اتوقع انها جديدة حتكون ما هي وفيها خيارات طبعا ما هي الدولة التي ليس لديها عاصمة؟ أنا فاكر يعني فاكر زمان لما كانوا بدونا الكتيبات الصغيرة دي كان في بتاعه كان في حاجة زي كده. أديكم الخيارات ناورو سيريون وإيه ناورو لا إيه ناورو خلاص هي ناورو يلا هي ناورو. أنا عمري ما سمعت بناورو دي في حياتي يعني أنا الدول التانية على الأقل سمعت إن شوفينا اللي تشوفون هذا اللي كان يغش منه الدوك. طب يا دوك يا أخي لما تغش طب قش يا أخي طلع يعتذر يقول
والله ما كنت ادري ان كان فيها فلوس. هذا بيضحك على مين الدوك. هذا الشخص اسمه ديفيد، عمره 29 سنة، وصل للشرطة بلاغ ان هذا الشخص عنده محتوى غير اخلاقي في الكمبيوتر. سنوات توم طالعين من المول، وقف سيارته وعلى طول طلع البيم بيوم. ولازم يقول لك بيم بيوم، اذا ما قال لك بيو بيوم معناته هذا القصة كذبية. شفت الدربح كيف يقول طلعت الرشاشة الوالدة زي بالضبط. خد الزم امها يا جماعه الخير لدي الدرجه الاستاذ ما يركز. يعني انا كنت مره مضغوط فكتبت له اي شيء لانه كلام امهم كثير في حلول ما في حل اكتب. شو ايش كتبت له؟ مناكير ما جون. شو كتب له؟ استشوار. هنا مشط. هنا كتب له مكس. لا شوف هنا، هنا في واحد يفرش، كتبت انسان يفرش. شو الثاني ايش كاتب؟ تهت مناكير. الله ما في عليك اكتب، والله انا صححها، قلت الله يستر عليك. صدقوني ان المدرس ما هو كاتب، لانه مو ناقصه اذا قراها يطلع له سحر يعني، او يطلع له واحد يقول شبك لبيك. الله ابو عنده 40 يديك. امي ابى سلف 500. امي ابى سلف بالله 600 ريال. امي بالله سلف 100 ريال بس 100. امي اديتك 30 ريال قلت لي سلف وقفت معاكي با كل شيء. وينه؟ استغفر الله. يوم كامل يومي مدد فلوسي. استغفر الله. طيب يا عيال احنا نظامنا غير، او الوالده يعني نظام الوالده غيرته، اللي هو انه مثلا تشتغل انت تجيب فلوس تحط لك يوم في زي الحافظه وتكتب كم انت اعطيتها، تمام؟ يعني مثلا تعطيتها 1000 2000 ريال تكتبهم، حلو؟ تجي يوم من الايام انت تبي فلوس، تمام؟ تسحب من فلوسك حط خصم من فلوسك انت. بس انا اسوي نفس الحركه اللي هي تسلفت مني، يوم ما اعطيني فلوسي تسلفتي مني. I love you so much. مو مهم 100 شيء غريب 100 يوم. اليوم العشرين في مجال يا اخوان تحطوا لايك، كثير ناس حكت لي اجرب شيء اسمه ليفه، سالت الحلاق عنه وسالت العطار عنه ولا حدا اعطاني جواب، بالاخر سالت امي، اخر شيء امي حكت لي بنستخدمه فرجتنا اياه، فهي اللي في لونها اصفر من جوا، بعرفش يمكن بطعم الليمون ما بعرف، وعليها فوق سواد ما بعرف شو، بس شوي خشن. بسم الله قاسي كثير وصعب صعب لما تنبلع. عجبني الكت. يقولون لو تبي تنحف تضعف وتخسر الوزن فالتغذية أهم. يا عيال أنا لو تروحون التيك توك حقي وتشوفون اللي أنا متابعهم ما في ولا أي بنت، هذه الوحيدة اللي نتابعها بس من الرياضة، يعني 80% على الأكل و 20% على الرياضة. شخصياً ما عندي وقت إني أوزن وأحسب السعرات وأطبخ، فلذلك قررت إني أشترك في الوجبات الشهرية. ليش؟ فايز بخصوص إنه راس لعبك سارة ريحته بتقرب. شم أنت كمان. هلا هيش تربية أنا أصلاً. السلام عليكم. السلام. بدي حبوب منع حمل. شو الاسم؟ أسماء خالد. شو الاسماء يا جماعه تظبطها؟ بقول لك النوع. شو النوع؟ نوع انثى. اطلع برا لو سمحت بدي ابره. شو الابره بدك اياها؟ ابره ايفون عشان بدي اركب خط جديد. والله بعدين انزل لك العاب ببلاش. شوف وانا اخذت من عندك دواء بس ناسي اسمه، بس اخذته في الكيس هذا. عشان الكيس. شو الدواء اللي كنت حاطه فيك؟ انقلب وجهك عشان الله يا اخوان. مرحبا. يا حبيبي هذا الراوتر تبعنا. بالله جايبين تبعك ليش؟ شو اسوي فيه؟ لا ولا تسوي فيه اشي، بس لو تقيس الضغط اللي عليه لانه بطيء. شكله ضغطه عالي. ها يا زلمه شو مالك؟ لا لو سمحت بدي ارجع الدواء هذا لانه ما عجبني. والله خاف اعطيك دواء ثاني ما يجي على مقاسك. طيب العافيه. تفضل يا حبيبي. انا الوزن نزلن. بالله طيب شو بدك؟ لا بس بدي اعرف وين نزلوا عشان اروح اخذهن بعدين. زين يسوون شوبينج. وعجبني انه لابس روب ما ادري ايش اسمه هذا الابيض. بيج تايم مع لاينل ميسي. وعمرو اديب واضح انه حافظ مش فاهم، هو عارف انه في البودكاست لازم احد يبكي، يعني كذا البودكاستات العربيه خاصه. يا عيال انا هذا اسمه بدر صالح، انا كنت ما احبه، اوكي؟ بس الحين قاعد اتابع له مقاطع اللي هي في توب 10 رهيبه. أنا قاعد في أمان الله، ذكرت واحد زمان كنت ألعب معه، أذكر يوم ضفته قال لي سعيد ماني ما
مصدق نزل فيديو 60 لقطة حط اسمي تحت حسيت نفسي مشهور رغم ان لايكاتي ما كانت تيب 100 وقتها كان لعب 30 فريم واي واحد كان يلعب 30 فريم زمان يعرف كيف كانت ال 30 فريم حلوة زمان تحس ان فيها رجولة قلت افوز عليه ولا مرة فاز علي اول ما ياب 60 فريم فجأة استوى صايع يلبس جنز مقطع قال لي تعال اكلك يا بطول تعال الحين انا 60 فريم انا كنت نفسه 60 فريم بس المشكلة ان ايباد 7 ما كان يشتغل 60 فريم الا بالدعاء قال لي انا ما اخذ حساسية كوماندو يهينك الحين بكسر راسك ما ضيع ولا طلقة اخو الكلب كوماندو بعد كان يسوي بحساسيته دمبوشي المشكلة يوم فاز عليه صار ما يحترمني صار يعاملني معاملة اخو الصغير يشوتني بريلة يقول لي سريب ما يلا يلا والله وطلع الجمل الحقود اللي داخل انا كنت اولي العب اوكي ولله الحمد ما كانت تضيع لي ولا طلقة في الكار اوكي الكار اللي في بوب جي في ناس تعرفه في ناس ما تعرفه احط لكم كم لقطه كذا شوفوا رهيب كنت رهيب مبدع بس بعدها قطعت مره واتجهت الفور لان انا حمار اذا كنت بقطع شيء بقطعه مره هذه بعتبرها شيء كويس في عندي خبر شوي صادم في ناس رح تزعل وفي ناس يمكن رح تبصد رح تشمل الشيء اللي حاب احكي لكم يا اول شيء رمضان كريم ما اعيدكم بهذا الشهر الفضيل لانه كنت مولوش بشغلي وبازمه صارت معي صراحه واللي هو انه قنواتي باليوتيوب تحكروا يا مو هذا اللي تتخانق مع ذيك الروسيه الحلوه ما احبه صراحه ما حبيته عادي يعني هو احيانا مره تفشل مره تنجح مره تنجل تنجل مره تفشح تفشح مرة تنجل بكيت التقويم تقريبا في السنة الثالثة من الهجرة فكيت التقويم في السنة الثالثة من الجامعة يا ربي لدى إبراهيم ورب الكعبة أني أحبه مرة مرة إبراهيم محمد أحد أقوى تحية كم كان عمرك يوم عرفت انه في ثلاث اشياء مبعب المرأة تسويها اولا انها تعرض الزواج على الرجل كيف ايوه يجوز اذا كان بضوابط وباحترام ابحث بنفسك ثانيا رفض اعمال الخدمة في بيت الزوج ها هذا تفضل منها مو بواجب شرعي ثالثا مش عيب ان المرأة تعلم الرجال الدين ايوه الصغار قصدك حتى الكبار سيدتنا عائشة كانت تتعلم كبار الصحابة صح اي عياله هذه كلها منقول عنها رصاصات بتعرف تتكلم سوري طبعا ده انا مولود في باب الحارة يحرق حريشكم انا هقول لك ازاي تتكلم سوري في 3 ثواني بالظبط انت اي كلمه هتقولها هتمطها وتمدها قوي بدلع كده خليك سايب نفسك خالص يعني محمود تشرب قهوه هتقولها ازاي محمود بدك قهوه كده انت سوري اصيل اي حد تقابله اول ما تشوفه تقول له تشكل قاسي كده انت مولود في سوريا صغرا يا الحمد لله طلع المقطع انا بدي اقول شيء ممكن اخويا لانه اكتشفت انه في ناس صارت تعرف غناتي ومنها مراكان كان انا وياك متفقين انه ما حد يعرف الغناء اوكي خليك على بعدك كسوريين في اكثر من لهجه بسوريا اوكي هذا قاعد يتكلم عن اللهجه الشاميه الشاميه بيمطوا اوكي بس ما يمطوا زي كذا وما في سوري يتكلم زي باب الحاره ابن عمي تشكل انسي ما في ومو اي سوري معناته من دمشق او من الشام نفس من الشام او دمشق اوكي يعني كأنا من ريف حلب يعني انا شاوي يعني انا لهجتنا مثلا ما نقول كيفك شو اخبارك لا احنا نقول شلونك شلون صحتك اوكي يعني ما نقول تشرب شاي لا احنا نقول تريد شاي احنا قريبين من العراق يعني ريف حلب الدير والرقه اللي هي اسمها الرقه تكفون افهموني مو كنا نتكلم زي باب الحاره اي لاف يو سو ماتش والى هنا كانت الحلقه لا تنسوا لايك واشتراك وسبد مجله تاب صندوق طبعا عليكم تابعوني على سناب باد صلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم و سلام عليكم.